وكيف تقرأ الوضع اليوم دكتور محمد؟ اليوم هو اليوم السابع للاشتباكات المسلحة ما بين قوات الجيش النظام السوداني وقوات الدعم السريع. أحد ملامح هذا اليوم هو تحول نسبي في موازين القوة لصالح الطرف الأول، وأعنى بها القوات المسلحة السودانية، وذلك من خلال الجولات الميدانية اللي قامت بها عدد من رموز القوات المسلحة السودانية للتأكيد على رسالة أساسية، وهي التحول من حالة التأمين إلى مرحلة التمشيط. وكان من الواضح أن هذه الرسائل بتبعث إشارات بأن الأيام المقبلة سوف تتضمن قيام قوات الجيش النظامي السوداني باستهداف جيوب التابعة لقوات الدعم السريع، سواء كانت مناطق أو كانت مواقع لتمركز أو مصادر للتمويل بشكل أو بآخر. وبالتالي الملمح الأساسي لهذا اليوم هو الميل النسبي للسيطرة الميدانية للقوات المسلحة السودانية. النقطة الثانية أن سمة اتساع في نطاق ما يمكن تسميته حرب المدن. يعني من الواضح، وحرب المدن أتحدث عن بشكل رئيسي العاصمة، لأن يعني القوات المسلحة السودانية موجود العناصر التابعة لها في مختلف الولايات، لكن على الجانب الآخر قوات التمركز السريع اللي أعدادها بتتجاوز 100,000 مقاتل وفق الكثير من التقديرات المتداولة، موجودة عناصرها وحواضنها المجتمعية بشكل رئيسي في العاصمة الخرطوم، على نحو يجعل المواجهات والاشتباكات المسلحة بتتزايد بدرجة كبيرة في العاصمة بحكم الرمزية السياسية التي تنطوي عليها. الإشارة الثالثة أنه للمرة الثانية على التوالي، يعني خلال مدى زمني لا يتجاوز 6 أيام، لم يتم احترام أي من اتفاقات التهدئة أو اتفاقات الهدنة لاعتبارات إنسانية التي يلتزم بها الطرفين، بغض النظر عمن المسؤول الأول عمن يقوم بهذا الانتهاك. ولذلك نجد أن المعدل البياني يتجه إلى التصاعد فيما يتعلق بأعداد القتلى أو أعداد الجرح. يعني التقديرات المتداولة من جانب منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنهم يتجاوزوا 400، هناك تقديرات أخرى تشير إلى أنهم يقتربوا من 600 قتيل بخلاف أكثر من 300 جريح. وبالتالي ما يشير إليه لذلك إلى أن الخسائر البشرية في صفوف القوات المتحاربة أو المتصارعة بتتجه إلى التزايد يوما بعد آخر. النقطة الرابعة وهي مرتبطة بالحالة الإنسانية العامة للمجتمع السوداني وبصفة خاصة المجتمع اللي بيعيش في العاصمة، أنه رغم تتزامن تلك الأيام مع انقضاء الأيام الأخيرة من رمضان وحلول عيد الفطر، لم ينعم المواطنون بأي راحة، ورغم أن الهدنة الثانية كانت يفترض أنها تتضمن 3 أيام تبدأ من اليوم وتنتهي بعد الغد وهي مجمل أيام عيد الفطر، إلى أنه لم يتم الالتزام بها بشكل كبير، بما يجعل أن الأوضاع الإنسانية العامة سواء المرتبطة بالحالة العامة للمجتمع أو نفاذ السلع الرئيسية من الأسواق، فضلا عن خروج 70% من المستشفيات والمشافي الصحية عن الخدمة، علاوة على استهداف بعض الأطباء سواء بشكل مقصود أو غير مقصود بحكم الاشتباكات والتأثيرات غير المقصودة الناتجة عنها، تجعل الأوضاع بالغة السوء في الحالة الإنسانية، لا سيما مع غياب
أي ممرات إنسانية يمكن من خلالها عبور هؤلاء المواطنين. طيب، مما لا شك فيه دكتور محمد عز العرب أن هناك تعقيدات داخلية بشأن هذا المشهد في السودان، ولكن أيضا يقال أن هناك تعقيدات خارجية بشأنه. ما لم يتم حسم اليوم هذه المعركة، هل لا قدر الله السودان مقبل اليوم على حرب أهلية؟ هل باتت السودان على مسافة 0 كيلومتر من الحرب؟ أعتقد يعني السودان مقبلة على منعرج خطر بدرجة كبيرة لاعتبارات كثيرة. أولا، انهيار الثقة ما بين طرفي الصراع. الشاغل الرئيسي هو صراع السلطة الحاد، سوف يمتد في مرحلة لاحقة إلى صراع على الثروة أيضا، ولا توجد أي مؤشرات أو أفق لحله أو لتسويته أو لإدارته خلال الأمد الزمني القصير أو المتوسط، لإصرار كل طرف إنه يريد إخضاع الطرف الآخر لشروطه واستسلامه بشكل كبير، لأن كل من الطرفين حينما فكر في بداية الدخول كان عليه يفترض أن يفكر في تعقيدات الخروج، وهي تنطوي على تعقيدات بالغة كبيرة. النقطة الثانية أن سمة ملفات كثيرة تجعل التوصل لتسويات مرضية ما بين الطرفين كبير للغاية، سواء مرتبطة بإدارة المرحلة الانتقالية أو ترتبط بسبل تشكيل نظام جديد تسلم لحكومة مدنية منتخبة، أو فيما يتعلق بإدارة ملفات السياسة الخارجية، أو حتى العلاقة مع بعض القوى الإقليمية، كل طرف لديه قوة إقليمية تدعمه بشكل أو بآخر عن الطرف الآخر، وبالتالي هذه الخلافات المتباينة تجعل إنه من المتعذر بمكان التوصل لتسوية. النقطة الثالثة وهي أن كل يوم يمر بدون أي بارقة أمل يضاعف من تعقيدات الأزمة والتكلفة البشرية والمالية الناتجة عنها. يعني الأزمة تجرى في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة، معدل التضخم متزايد، تضاؤل في قيمة العملة الوطنية الجنيه السوداني، حالة احتمالات مرتبطة بانفجار بعض البؤر المناطقية مثلما كان الحال في فترات سابقة، نعم، مع دارفور ومع كردفان ومع النيل الأزرق، بما يلقي بأعباء ثقيلة على إدارة الملف السوداني ككل، وربما على دول الجوار أيضا. نعم نعم، هناك تعقيدات ترتبط بدول الجوار من زوايا عديدة. الزاوية الأولى وهي مرتبطة بتوجيه الاتهامات لبعض دول الجوار بدعم أحد الأطراف، مثلما الحال بالنسبة لتشاد وأثيوبيا فيما يخص مزاعم دعمهم لقائد قوات الدعم السريع من ناحية، وبالتالي ده بيجعل العلاقة متوترة ما بين القوات المسلحة السودانية وما بين بعض دول الجوار زي تشاد وزي دول أخرى أثيوبيا. النقطة الثانية المزيد من التعقيد حول ملف صد النهضة، يعني المتوقع أن أثيوبيا تحاول الاستفادة من عملية التوتر الداخلي السوداني والاشتباكات الممتدة، وتجعل البدء في مرحلة الملء الرابع لصد النهضة ومحاولة التفكير في فرض الأمر الواقع دون الأخذ في الاعتبار التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ما بين الأطراف الثلاثة، مصر، السودان، أثيوبيا، وتحاول بشكل أو بآخر أن تجعل أن ما جرى يمثل فرصة ثمينة لها تحاول أن تستغلها بشكل أو بآخر.